لي شاهد الحركات التي سنتعلمها اليوم. سنتعلم اليوم أسلوب الطيران المنحرف. هي حركة تقوم على فتح اليدين والمروحة بانحراف من الأسفل إلى الأعلى. نستعد؟ نبدأ من الحركة الماضية، نشبك اليدين أمام الجسم ثم نحركهما بشكل قوسي. طيب، شاهدوا مرة أخرى، نشبك اليدين ونحركهما بشكل قوسي، ثم نعود هكذا إلى الأعلى إلى اليمين. لنقم بها الآن من الحركة الماضية ثم إلى الأسفل ونعود إلى اليمين إلى الأعلى. مرة أخرى. فيما يلي نتعلم الضربة بالكوع إلى الأمام. هي إحدى حركات الأستاذ تشن العظيم لفن التايجي، وهو تمرين لإبداء القوة، ويجمع هذا التمرين بين القوة والنعومة في نفس الوقت. نتمرن على هذه الحركة. نبدأ من أسلوب الطيران المنحرف، نغلق اليدين ثم نتقدم بخطوة، وهنا نضرب بالكوعين إلى الخارج هكذا. أهم نقطة هنا، يجب أن نسترخي ثم نخرج القوة الكامنة أثناء الحركة. نكرر مرة أخرى. لنقم بها معا، ضربة بالكوع إلى الأمام. فيما يلي نتعلم دفع الين واليان بشكل مستوي، لكن هذه المرة أصعب قليلا. سنقوم بها الآن. لنبدأ من الحركة الماضية، نحرك اليدين من الجانبين بشكل قوسي هكذا، ونفتح المروحة بعد الحركة القوسية. نغلق المروحة ونسحب الساق اليمنى في نفس الوقت. نغير وضع القدم اليمنى هكذا. نتقدم بخطوة وندفع المروحة بالوقفة القوسية إلى الأمام بشكل مستوي. نكررها الآن. لنقم بها معا، تتميز هذه الحركة بتبديل وضع القدمين وهز القدم قليلا ودفع المروحة. لنقم بها معا. اليوم سأحدثكم قليلا عن هيكل المروحة وأنواعها. تتكون المروحة مما يسمى باللغة الصينية وجه المروحة وهيكل ومسمار لشد عظام الهيكل، وإذا أردنا يمكن تزيينها بقلادة حمراء كالتي تظهر على الصورة. يمكننا الكتابة أو الرسم عليها أيضا. هيكل المروحة هو من يعطيها شكلها وحجمها، ويمكن صنعه من مواد مختلفة تختلف حسب مقتنيها. ويعتقد البعض أن استعمالها يجلب الحظ الحسن. تصنع المراوح من مواد مختلفة، فمنها المصنوعة من الريش والخيزران، وأيضا الحرير المطروز الغالي، وهناك المراوح الورقية وهي المنتشرة بكثرة. وأما عن مروحة الكونغ فو فنفضل تلك المصنوعة من صفحة حريرية وهيكل خيزراني. أما عن شكلها فنفضل الطواية، فالمروحة لها أشكال مختلفة، منها المستديرة والقرعية أيضا، يعني بشكل قرعة، وهناك المربعة الشكل والبيضاوية. ما
الهدوء والطمأنينة من الأهداف السامية التي تعمل الفلسفة الشرقية على تحقيقهما. ثقافة الشاي ثقافة صينية جميلة لتهدئة البال والترويح عن النفس وإبعاد كل ما قد يعكر صفو أذهاننا، وهي نفس الأهداف الروحانية التي تسعى إلى تحقيقهما تمارين مروحة الكونغ فو. هما يمثلان أسلوبا من أساليب الحياة الهادفة إلى تهذيب النفس البشرية وتقويتها. نكرر معنا الآن كل الحركات التي تعلمناها في هذا الدرس. يرتكز أسلوب الطيران المنحرف على فتح اليدين من الأسفل إلى الأعلى واستخدام قوة الخصر لدفع الأيدي، ويجب أن نؤدي حركاتنا بأناقة تامة ولياقة عالية. نفتح اليدين من الأسفل إلى الأعلى هكذا هكذا. نكرر معا مرة أخرى. حرك اليدين بشكل قوسي، افتح اليدين بشكل انحرافي هكذا من الأسفل إلى الأعلى. لنقم بها معا مرة أخرى. أسلوب الطيران المنحرف. إن ضربة الكوع إلى الأمام حركة لإخراج القوة، يجب علينا أن نوازن بين القوة والمرونة في نفس الوقت. أولا نرخي ثم نشد ونخرج القوة الداخلية الكامنة ونصد ونضرب. قبل أن نقوم بإغلاق المروحة نرخي، ثم ماذا نفعل؟ نقوم بإخراج القوة الكامنة هكذا. لنقوم بها معا. ضربة الكوع إلى الأمام. في تدريب دفع الين والين بشكل مستوى بحركة تبادل القدمين ودفع المروحة، يجب أن نبدل بين وضع قدمين بمرونة تامة، وفتح المروحة يجب أن يحدث صوتا رنانا. لنبدأ من الحركة الماضية، نفتح المروحة، نغير من وضع القدمين، نتقدم بخطوة وندفع المروحة إلى الأمام. الآن نقوم بتكريرها. لنكررها معا. دفع الين واليان بشكل مستوي. لنقم الآن بالحركات بشكل متواصل. كيف نختار مروحة الكونغ فو يا ترى؟ أولا نفحص جودة لصاق وجه المروحة بهيكلها. ثانيا وجه المروحة يجب أن يشكل نصف دائرة عندما نفتحها، ويجب أن تكون عيدان الهيكل مستقيمة لا يشوبها اعوجاج. ثالثا نفحص مدى سلاسة إغلاق وفتح المروحة. رابعا نتأكد من وزن المروحة عندما نمسكها باليد. وأخيرا ننصح المبتدئين باختيار مراوح خيزرانية. يجب علينا أن نختار مروحة الكونغ فو حسب ما يتلائم ونوع الحركات التي نتدرب عليها.
أتينا إلى نهاية حلقة اليوم، نترككم لتستمتعوا وتشاهدوا حركات الدان الثاني. إلى اللقاء. Thank you.